حسام، النقطة الأولانية مسألة الصابون اللي بيستخدم فيه شحم الخنزير أو معجون الأسنان، بعض فقهاء المسلمين في أمريكا أجازوا وحضرتك يعني حرمت ذلك، فكيف يوافق المسلم؟ العكس، هو بيقول العكس، أنا بيقول العكس. أجزت وهم حرمت. نعم تفضل. عذرا شيخ حسام. لا مش قصدي، بس عشان يعني الأمر يبقى طبعا القضية مبنية على البحوث الفقهية، لأنه في الموضوع ده قضية بتعتمد على مبدأين فقهيين، مبدأ الاستهلاك ومبدأ الاستحالة. الاستحالة يعني حاجة تحولت من حاجة لحاجة، يعني مثلا خنزير وقع في ملاح خلاص بقى ملح، لما تشوفه كده تقول ايه ده، خنزير مملح ولا ملح؟ لو استحال خالص يبقى ملح. ملح. طيب دي الاستحالة. عنب بقى خمرة، بقى اسمه عنب ولا اسمه خمرة؟ لا اسمه خمر. استحالة يعني تحول إلى شيء آخر اللي هو الخمر. الخمرة بقت متحولة، بقت تحولت لخل، بقى إيه؟ بقى خل، شيء آخر. على الراجح من قول الجمهور خلاص. طيب إن في خلاف استحالة بنفسها بغيره، دي قصة مش عايز أخش فيها. إذا دي مسألة. اتنين، الاستهلاك، لو انا مثلا عندي برميل مية خلاص وقع فيه يعني قد كده كوباية خمر بهذا القدر، وقعت، مش معقول برميل المية هقول ده اسمه خمرة بالمية ولا مية بالخمرة، اثر موجود فيها يعني لو ناس شربوا من البرميل ده ولا واحد شرب البرميل ده كله هيسكر؟ لا يمكن، لا يمكن. ده اسمه استهلاك النسبة الغالبة، ولأن قوام المادة وأثرها ضاع، فعالية المادة ضاعت خلاص، ده اسمه الاستهلاك، انتهى يعني، مش ضاعت استحالت لا، إنما استهلك نسبة وتناسب. فهنا بين الخنزير اللي الأخ بيتكلم عنه اللي في الصابون والحاجات دي، هل هو الغالب؟ هل لازال قوامه موجود في المادة؟ إذا موجود في المادة ولم يستحيل ولم يسترك، يبقى هو لازال يعني خصائصه الكيميائية موجودة ولم تتحول تماما، ساعتها نقول ده غير جائز. لكن معظم المواد دي لا، بيستحيل، بيتحول تماما أو بيستهلك، لا يبقى أبدا على حالي ولا على وضعي. بدليل أنك أنت صابون وقداد، طب فين الشمع؟ فين دهن الخنزير؟ موجود. المعاجين نفس الحالة، أقراص الأدوية اللي هي اللجنة بتاعت الاستحلاب والحاجات دي اللي فيها هذه، طيب وغيرها، حتى تحصل على هذا القوام بتحتاج إلى جيلاتين. في بلادنا بيبقى جيلاتين البقر والغنم وغيره خلاص، في بعض بلاد الغرب بياخذ جيلاتين الخنزير نفس الحالة. إذا القضية يا إخواننا هنا بتعتمد على الاستحالة والاستهلاك، إذا تحول شيء إلى شيء آخر أخذ حكم التحول إليه. وضربت نموذج ده في الحلال والحرام، في العنب بقى خمرة تحرم، بقى خل تحلل. استهلاك ضربت نموذج برضه. فمعظم البحوث بتقول لا، إن المسألة مستهلك فيها ومستحيل ولا يبقى على مادتي ولا على خصائصي. اللي شايف حرج ويحرم خلاص حر.